خطاب رئيس الجمهورية للأمة أمام البرلمان بغرفتيه قدم مؤشرات إيجابية وإنجازات هامة شملت كافة القطاعات. السيد الرئيس أتى بمحاور كبيرة مهمة، عملية تقييمية خلال الإنجازات 4 سنوات، من أهمها هو الاهتمام بالجانب الاجتماعي. أولا ربما اهتمام بالجانب الاجتماعي خاصة بالناس اللي أنقذوا الجزائر من خلال أزمة كوفيد 19، بالجانب بالنسبة كذلك بالنسبة لمراجعة القوانين الأساسية من جهة، وكذلك مراجعة الجانب التعويضي لبعض المهام. قرار الرئيس تبون بزيادة الأجور مطلع جانفي القادم بهدف ضمان القدرة الشرائية للمواطنين كان من بين الوعود التي وفى الرئيس بتجسيدها، حيث ثمن الشعب الجزائري هذا القرار وأشاد به نواب البرلمان. زدنا في الأجور، زدنا في المنح، والتزمت على أساس أن الأجور، زيادة في الأجور بصفة عامة توصل إلى في بداية 2024 توصل إلى 47%، يعني اللي كان يخلص 3 ملايين واللي يخلص 5 ملايين و800 ولا 600. بالجانب الاجتماعي من اجل تحسين اولا القدره الشرائيه للمواطن، وذلك برفع الاجور. رفع الاجور كيف تمت؟ انها ربما من خلال اجتماعات السيد رئيس الجمهوريه في مجلس الوزراء كانت هناك قرارات حاسمه، قرارات مصيريه، قرارات يعني تشجيعيه للفئه العامله، للفئه الموظفين، لان عندنا حوالي اكثر من 3 ملايين موظف. من شان هذه الزياده في الاجور انها يعني تضمن العيش الكريم للمواطن، انها تضمن كذلك القدره الشرائيه للمواطن. هذا من كلها، لان السيد الرئيس يعني يصب دائما في الجانب الاجتماعي يعني كتجسيد لمبادئ اول نوفمبر. خطاب رئيس الجمهورية أبان من خلاله وفاءه بتجسيد التزاماته 54 منذ توليه سدة الحكم لوضع المواطن في أحسن الأحوال. التزام طرف الجمهورية أو الطبقة العليا المتوسطة بحاجة إلى هذه الإجراءات الكافية برفع نسبيا الغبن وتحسين نسبيا كذلك المستوى المعيشي، بالرغم من المعيشة وهي أزمة دولية، ولكن راح يقلل من المعاناة، وهذا تدخل في إطار تحيين رواتب الموظفين والعمال والطبقة العاملة في الجزائر. قرارات من شأنها إرساء تقليد دستوري وبناء الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة من خلال جهود رئيس الجمهورية التي بذلها من أجل بناء جزائر جديدة، مؤكدا أن سنة 2024 هي سنة للدفع بالجزائر لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الشعب الجزائري. إذن تحيا الجزائر حرة أبية صامدة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديزاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة. السلام عليكم. الحضور الكريم كامل من كل ربوع الولاية، الناس الغيورين على الهيكل هذا اللي هو تنسيقية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي. عندنا مدة 5 سنوات وحنا نناضلوا من أجل الحقوق نتاعنا المشروعة. قولوا الحقوق المشروعة بقوة القانون. إذا كان نخدموا في دولة القانون وفي دولة المؤسسات، حنا كل نهار عاد يخرج علينا واحد يدير لنا تيتر، هذا يقول له الملف طوية، وهذا كيقول له سنعمل على تسوية هذا الملف. وكاين بعض الناس اللي محسوبين زعم على رجال السياسة يحوسوا يتلاعبوا بمشاعر الفئة نتاعنا. واش نقولوا لهم من هذا المنبر هذا؟ واش نقولوا لهم؟ والله ما نسمحوا حتى الواحد من السيد وزير الدفاع، قائد القوات، رئيس الجمهورية، قائد الأركان، رؤساء المديريات المركزية، نحكيو على الوزارة اللي رانا تابعين ليها، نحكيو على الوزارة اللي رانا تابعين ليها،
في حقوقنا راها عندها هما اللي يدبروا راسهم، لانه احنا العقد نتاعنا اللي درناه جماعه مع وزاره الدفاع، والله ما درتو مع وزاره الداخليه، والله ما اللي درناه مع وزاره الدفاع. للاسف الشديد كاين من بين القوانين الخاصه ما نقدروش نديروا اضرابات وحنا عمال، ما نقدروش نديروا نقابات وحنا داخل المؤسسه العسكريه. هذا هو الشيء اللي خلانا ما ديناش الحقوق بها الراي العام، والاخوه المتقاعدين اللي هما من الفئه نتاعنا يفهموا علاه ما ديناش الحقوق. كاين حتى من الفئه نتاعنا يقول لك انت علاه ملي كنت خدام دخلت في التسعينات حتى 2017 باش جاي طالب بحقك. اسي محمد انا عندي قانون خاص يمنعني بندير نقابه وانا خدام، يمنعني بندير مظاهره وانا خدام، يمنعني بنرافع وندافع على حقي وانا خدام. عكس الوظيف العمومي الذي ينتمي الى قطاعات واحده اخرى ووزارات واحده اخرى عنده الحق انه يدير نقابه ويدير يدير اضراب وهو خدام باش يدي حقه وداو الحقوق نتاعو. على الوزاره الوصيه نتاعنا اللي هي وزاره الدفاع، للاسف الشديد اللي قايمين عليها عطاونا بظهورهم، ورانا بالدليل وبالحجه ما نهضروش من فراغ. للاسف الشديد بانت لهم باللي استعملونا في وقت ما، احنا الاخطاء اللي ارتكبوها بعض الجنرالات ما نتحملوهاش احنا. انا اعطي لي حقي كون نزيد نهضر معاك ذبحني، اعطي لي حقي وخلاص. القائمة تاع الحقوق راه عندكم، انا ما نقبلش تراوغني بحصة ديرها في التلفزيون قدام الرأي العام باه تقول حق حق، رانا رجليناهم والملف هذا طوية ما كاش منها. علاه؟ إذا كان حاب تخيط كوستيم على قدك، وأنا هو الشريك الاجتماعي، أنا هو الشريك صاحب الحق، ماكش مشركني باه ندرسوا الحقوق هادم ونوصلوا لحل توافقي، ولو حتى دير لي رزنامة أنا قابلها. يا باه تحط لي أنا اللعابة حميدة والرشامة حميدة، أنا باه تحط لي اللواء أو ما يتركش على حقي، أنا صف ضابط وصف جندي، والله ما على بالو بيا، والله ما يسمع بيا. هو الامتيازات اللي عنده يعلم فيها غير ربي، وربي يزيده، ربي يزيده، ولكن أنا أعطي لي حقي. علاه؟ لأني راني هنايا الكرامة تاع ولادي وتاعي أنا كمتقاعد عايش مهان في المجتمع المدني هذا. رغمتونا باه نخرجوا للميدان، ما لقينا حتى حل، ما كاين حوار، ما كاين نقاش، ما كاين حتى حاجه. رغمتوا علينا كمسؤولين في وزاره الدفاع، رغمتوا علينا باه نخرجوا للميدان نطالبوا بالحقوق نتاعنا، ما لقينا حتى باب مفتوح، كل الابواب موصده في الوجوه نتاعنا. واش راح نديروا؟ واش لازمنا نديروا؟ نروحوا نخرجوا لكاش دوله من الدول؟ نروحوا للبحر ننتحروا؟ الحل الوحيد اللي هو يقبله لنا الدستور اننا خرجنا في مظاهرات سلميه وقمعتونا وقتلتونا وكرهتوا لنا الحياه نتاعنا الوطنيه، نزعتوها من القلوب نتاعنا. 5 سنين ما دينا ولو حق، قاعدين غير تراوغوا فينا وتزونغليو فينا. انا نطلب من الاخوه القايمين على راس هرم التنسيقيه بركاكم من الخدمة تاع الانتهازيين تاع المصالح الشخصية، بركاكم منها. أنا باه الآخر غلط عيسى نوضلو منه خاطر عندي معاه حساسية، نوضلو نستغل الفرصة باه نضربو، لا ليش مقبولة. قلت من هرم التنسيقية من مروان وعزيز وعمار وهبط خدموا للمصلحة العامة، خلينا من العمل الانتهازية هذه ندير مؤتمر من هيه كونتر هذاك وندير مؤتمر من هيه كونتر هذا، حنا ثاني قادرين نديرو مؤتمر وطني في سكيكده، ولكن يكون جمع من اجل الحقوق المشروعه
ما تقول لي لا سكن لا انتخابات لا والو. عندنا وزير الدفاع هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو اللي يشرف على هذا الملف. السيد وزير الدفاع إذا كان حاب تفصل في هذا الملف على قاعدة صحيحة اللهم بارك، إذا كان بات بلعتنا بركة وما تبلعطوش. التعديل الأخير تاع قانون المعاشات العسكرية ماهوش في صالحنا، هو في صالح الفئة الداخلة عن صندوق التقاعدات العسكرية، في صالح الفئة اللي داخلة عن صندوق التقاعدات العسكرية. أنا بالنسبة لي كاين أفراد من بين الناس اللي حطيتوهم يشرفوا على هذا القانون هذا بيعدلوه وينظموه، ماهم الصافين عندهم حق الدفين اتجاه الفئة نتاعنا، وبالضبط اتجاه فئة صف الضباط وصف الجند. ما حابينش يريقلونا السيد وزير الدفاع، والله ما حابين يريقلونا بالطريقة هذه. إذا كان حاب تفصل في الملف تاع الصح، كاين الشريك الاجتماعي اللي هو احنا متقاعدي المؤسسة العسكرية، وكاين الناس اللي هما نزهاء وشرفاء وخدمنا معاهم ونعرفوهم في وزارة الدفاع، حطهم كطرف ونشرفوا على الملف هذا ونحلوه نهائيا. أما بعد تحط طرف واحد ماهيش مقبولة، لأن القوانين اللي اندارت ماهيش في صالحنا. ما كان حتى مادة من المواد التعديل القانون المعاشات العسكرية اللي تصب في صالحي أنا كمتقاعد من المؤسسة العسكرية. كل واحد شحال خدم، ما كانش. لازمنا كامل أنظار نتاعنا الهضرة مع وزارة الدفاع. سيد وزير الدفاع بكل احترام بكل مسؤولية لازم تحمل مسؤوليتك تجاه الفئة هذه، وما نقبلوش تتلعبوا بالملف نتاعنا مع الرأي العام، أو ريقلناهم أو سويناهم أو درنا لهم دير لي حصة في التلفزيون والله ما عندها معنى. أنا عيط لي نتحاور معاك، سويني على قاعدة صحيحة وما تديرليش حصة في التلفزيون، وما تهدرش بيا أنا للرأي العام. تدرك بالنسبة للرأي العام رانا مسوي الملف تاعنا مسوي، وغدوة لو كان نهضر أنا على الحقوق نتاعي يقول لك أنت تدير في الفوضى، أنت تدير في الفتنة، أنت تدير في المشاكل. سيد وزير الدفاع الملف تاعنا ماهوش مريقل، ماهوش مسوي. الناس لعبوا بك ولا تلعبوا بالملف نتاعنا، وديك لا راولك باللي راه مسوي سي بون ما كاش منها. أعطيني ولو حتى مادة ولو تعديل في أي مادة اللي هو يصب الفائدة نتاعي أنا كنهضر معك كمتقاعد من هذه المؤسسة، ما كان حتى مادة في صالحي. نعم بالعكس تراوغوا بينا، تراوغوا بينا، والناس اللي خدموا المواد هادم داروا ببالهم باللي احنا ماناش فاهمين وماناش مطالعين. احنا نعرفوا المواد ونعرفوا حتى واش كاين بين الفواصل، بين الفاصلة تاع ما بين كلمة وكلمة، واش الكلمة اللي حذفتها باه تغير المعنى تاع المادة نعرفوه. القانون هذا كله سيادة وزير الدفاع راه صب كامله في فائدة الفئة اللي كانت داخلة في صندوق المعاشات العسكرية وفقط. اسمحوا لي جماعة لا طولت عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.